لا 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 والله انا حزبيه والله لو كنت شوفها مهيد انت كان ما مشيت انا من الدرب ده بمشي عليه انا والله شفتها زول يكون محرج في الحياه في الدنيا كده يكون محرج وانا طلحه ده قاعد والله ما بخليه يكون محرج ويكون مغبون ويكون مسكين قاعد ساي ما عارف حاجه وانت بهنا اخطات في حقه وصف لي الزول ده بيته وين وانا بمشي له واسمه منو اسمه عباس 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 وصفه لي بس بيته بوين وصفه لي بيته بشارع ده هنا شارع ده كده انا لازم امشي له ياتس عليكم السلام ورحمه الله تمام الله يخليك الحمد لله تمام كيف انت وين عباس ده الاسم والله يا عباس ده الاسم ده عيان يا ماله والله العظيم وقع في السوق قالوا زول يتكلم معه كلام ما جميل يا الله عباس ما حساس كمان يا عباس اللي الناس بيتكلم معه كلام بايخ والله العظيم ما عارف الناس ذاته ما عارف انه هو ذاته والله العظيم حسي تعبان والله يقول لك يعني بين الحياه والموت بس في كلام ساكت بس في كلام ساكت يا اخي ذول حساس حتى يعني حساسه غريب يا اخي اسا في البيت مش كده في البيت هاي حسي راقد في البيت والله خلاص انا امشي عليه خلاص كويس طيب يا عباس يلا الله يخليك يا اخي الحمد لله عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم السلام ورحمة الله الله يخليك يا الحمد لله الله يبارك فيك بارك فيك مزال من عباس يا أخي عباس ده والله يا أخي عيان يا ماله سلامتك والله يا أخي في زول كده يتكلم معه كلام ما جميل وحساس زيادة عن اللزوم والله يا سلام يا أخي دي اللي خايف منه أنا ذاتي واسه وين والله راقد في البيت يا أخي تعبان والله تعبان شديد والله العظيم يا سلام أنت ليه حساس ما حساس شديد هو الزول ذاته قال ما عارف يتكلم معه كلام ذاته شكله كيف ولا قال ليش لا 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 عارف يكون قال له كلام عارف يكون قال له كلام ما تحمله هاي والله ما بتحمله عشان هو مسكين ما عنده ذنب والله ما بتحمله ذاته هاي صح صح بيته وين ممكن اصله هاي ممكن والله بيت باب داك بس شكرا لك يا ابن العم الله يخليك يا سلام يا اخ لا يا عباس يا اخ حنين يا اخ مرحبا بك والله خليك تسلم ان شاء الله الحقيقة أنا بزعل من عباس نعم أنا عباس منو؟ أنا عباس أنت؟ أيه أنت عباس؟ نعم مرحب بيك شرفتك عباس؟ أي نعم عباس سبحان الله الحقيقة سألت من البيت وصفوا لي نعم قال له انت تعبان شويه والله سلامتك يا اخي فعلا والله كنت تعبان شويه الحمد لله الحمد لله ايوه الحقيقه انا جاي اعتذر عن نيابه عن شخص ثاني يعني فهو الحقيقه يعني خجلان ويعني قال ما بيقدر يواجهك يعني وعشان كده انا نيابه عنه جيت اعتذر واتاسف وجل من لا يخطي وجل من لا يسهو والمسامح كريم والله زعلني وفعلا زعلني لكن ما دام انت جيت بنفسك معليش وهو بيعتذر وحاسس بغلطته نعم لا خلاص ما في عوية آه ما في عوية والله العظيم سبحان الله ده بيتك؟ هاي ده بيتي من ال ربنا يزيدك ربنا يزيدك والله ربنا يزيدك الله يبارك سبحان الله ربنا يزيدك والله العظيم ربنا يزيدك الله يبارك فيك والله ما شاء الله ما شاء الله شرفتها لكن والله سبحان الله نعم والله هو متألم والله العظيم قال لي وصلت البيت كده بعد ما عمل معك المشكله واي حاجه قال لي وصلت البيت كده دخلت ايدي في جيبي لقيت تقول شيء سبحان الله سبحان الله والله والله سبحان الله قال خدتها في الجيب الخلفي قال هو ما متعود خدتها في الجيب الخلفي لقاها حسبها لقاها والله سبحان الله قروش شنو؟ قروش الباقي حقه الباقي الغالتك فيه لقاه في جيبه ما هو قال لك انت بديت من الباقي صح؟ لما وصل البيت هذا جيبه لقى الباقي سبحان الله ما 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 في حاجة زي كيف؟ كيف انت؟ انت مش في في في, في العربية شغال فيها في واحد قام 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 مداك قروش صم انت قمت قلت لازم فكه ما في ولا شنو ولا اظن اتلخمتها ولا شنو ما بعرف المهم وهو قام قال انت ما اديته الباقي الباقي بتاعه فقام غارتك وقال لك خليتك لا الله عشان ما دي وجعته حقيقه حاره زول يقول لك خليتك لا الله والله حاره
هذا من رجع البيت وقال اساليك ونبزك وكلام زي ده. لما وصل البيت هذا الشيء ولقى الباقي يعني معلش يعني كمان سنتين عشان لانه مرات بتحصل مشاكل كده في العربات ولا ابن العم. نعم ما فاهم حاجه ما في حاجه. انت مش عباس؟ انا عباس هاي كمساري شغال في الحافله كمساري هاي بيطلق القروش يعني سبحان الله انت بتخلص براك ما شاء الله. لا ما عباس انا ما كمساري انا عباس لكن ما كمساري. لا انا هسا جاي من وين عشان اعتذر لك نيابه عن عزول تطلع انت مع عباس. لا انا عباس لكن فهم كيف دي. طيب انت مالك انا حصل لك شنو يعني؟ لا انا كان عندي ده موضوع ثاني في السوق. انا شغال في السوق وحصلت مشكله بيني وبين زول وكده في شيك وما داري شيك وساليه فحصل لي حصل يعني بس. لكن انا شغال في السوق انت؟ الحمد لله. يعني انت ماكم ساري في حافله؟ لا انا ما شغال سبحان الله. طيب انا ما وصفوا لي البيت وقالوا لي يا اخي الزول اسمه عباس. انا عباس هاي انا عباس وقالوا لي شغال كمساري. انت شغال في السوق وشيكات وكلام زي ده؟ لا انا كمساري. انت كان شغال كمساري عند العم ما فيها حاجه والله وبعدين كان عندك عربات وبتخلصها براك والله برضه ما فيها حاجه ما حقك ما فيها حاجه هاي يا ابن العم. قلت لك انا ما كمساري. لا ما مرات في ناس بيخجلوا كده يعني بيستحوا كده يعني. ما تخجلنيش ليه يا ابن العم يا اخي؟ يا اخي انا قلت لك ما كمساري يا اخي. انا عباس يا اخي. لا انت جيت من قبل بتتكلم لك ساعتين ما ادتني فرصه اتكلم معك. مالك انت داري شنو؟ ما جيت اعتذر لك. انا ما جيت اعتذرت يا اخي. ما كنت عيني ساعات بتسي فيني انت من قبل. ما الشغل ما والله يا اخي. يا ابن العم ان شاء الله ربنا يزيدك ويديك من هنا للبحر تعمل عماره وعمارتين واي حاجه ما مشكله. انت بخير. لكن يعني الزول ده حسب ما وصفوا لي قال لي ده عباس وعنده عربات يعني اقصد بسم الله شغال كمساري ولما جاء يا خلاص انا اديته صم وافتكرت انه ما داري الباقي وقام غلطك. انا عباس انا هاي 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 قال عباس انت قال شغال كمساري. انا عباس هاي قال ما ده كله هاي عباس هدي نفسك يا عباس براحه هدي نفسك يا عباس. عباس هدي نفسك عباس عباس عباس.